راهم يطلقوا 500 واحد وص عليه روحوا ثم ارسون اطراك باش يديروا التيست يروحوا ثم يدخلوا 10 من دائما يكون تلاعب في هذا العرض. هذا العرض هذا سنوي، عرض سنوي ديما يجي هذا العرض، بصح فيه تلاعب. وين يتلعبوا فيه 515 بوست، درك يدخلوا لنا غير 20 بوست على قناه هذه والبقيه كامل يلعبوا فيها. في عمره 30 سنه لا سكنه لا زواج، وين يروح؟ 5 سنين وهو يستنى كيجي هنا المودر يسجلوه من العقبه كان والو. راه جماعه موجهين موريونتي موجه هنا عامين 24 شهر يفهمونا هذه المهزله. رسالتي الى رئيس وكاله الولائيه للتشغيل ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ارواحوا ديروا لنا حل في اقرب وقت، الشارع راه في احتقان. لقينا عرض من مؤسسه سوناطراك فيه حوالي 515 منصب، وتاخر ظهور النتائج هذا ما عندوش علاقه بالوكاله، في حين انه الوكاله تتحمل هذا الضغط. بالنسبه للشركات الاجنبيه نلاحظ انه غياب تام للعروض، يعني اغلب الشركات الاجنبيه للاسف توظف بطرق غير مباشره وبدون المرور على الوكالة.